صباح الخير يا شباب. صباح النور. شغلك روح في محله؟ حسن، فيش داعي تحضر معي الدرس اليوم، شكل فيه صعوبة تروح على مكان. خلص أنا أحط لك ناجح معي في الدرس، تقدر تستريح للحصة الجاية. ولا نفس، كل واحد يفتح برنامجه. ليش بحكي لا أطلع أرتاح برا؟ طيب ما أنا مرتاح مع حالي ومتصالح مع وضعي وجاي أتعلم كمان، ما بدي ينجحني بدون ما أتعلم. أنا مش ناقصنا إشي. مين بقدر أقول لي من وين حنبلش؟ وين انتهينا آخر مرة؟ أستاذ أنا بدي أطلع برا، بدي جهازي هان.